كوكو لا فامي، صافا صافا. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ودائما مع الجديد في عالم طالما الصالونات المغربيه، ومع المطروز ومع سفيان ومن ضرب عمر. بطبيعه الحال معنا اليوم هذا المطروز الجديد اللي غادي يشرح لنا عليه سفيان كالعاده، وغيورينا الزواقات اللي فيه وحتى الالوان. ولكن قبل ما نبداو، كنتمنى اللي اول مره يشوف القناه ديالي ومازال ما دار ابوني يديرها دابا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ودابا نخليكم مع سفيان. مرحبا بكم عاوتاني، تجي تشوفوا معنا متوسط زواقة جديدة. ما تجي تشوفوها هي هادي، في هاد الكري هذا فير او مغلوق. انا قلت لي كري، يعني عفوا، هذا وردة، وردة رومية، زواقة رومية. هانتهم هما كيف تشوفوا، ها هي شتيها. تيجيو فيها ثلاثة الوردات في الخدية ديال 90، فهمتي. تنديروها صايرة دايرة بحال هكا، هي ها هي شو، ونجلو غير في الجناب هنا، هو في اللون شتو. وهنا ما دخلناش فيه الموزون. علاش ما دخلناش فيه الموزون؟ الناس يقول لك لا، حنا بغينا شي حاجه بلا موزون، والموزون تطلع بزاف وداك الشيء، ولكن جينا شي حاجه بلا موزون. هي هادي، ها هي فحال هنا دخلنا فيه غير السم، ها هو واللوينات شتي، الفير او دخلنا، هاد البلوسيال دخلنا، هاد الخضيدر هذا دخلنا، اللون الازرق بترول دخلنا، فيها البيج طوب هو تيمشي معاها، كاع اللوينات ستوندار فيها، فهمتي شتو كيفاش. ها هي هادي. وكاين اللي تيقول لك لا، تجيني الزواقه عاوتاني، ما بغيتش الزواقه من جوج جهات، تنديرو لي فاس كامل واني سامبل، والفاس من هنايا تيكون ورده، فهمتي كيفاش. والبتي كوسان تاعو ها هو هذا، ها هو دخلنا فيه حنا البيستاج، ولكن هاد الباج اللي كاين هنا هو دخلناه في الفلاش، ها هو كي تشوفو هو هذا شتي، دخلناه بحال هكا، ودخلنا لي ليغالون في الطوغي نفس اللون اللي في الدوغينا، دخلنا في لي غالون، درنا ليه البليا، وهاد الباج طوب هو هذا شتو، ودخلنا ليه المجدول بحال هكا، واللور درنا بيستاج باش يخرجوا باش يفتحوا، ها هو. اما لي كالدو ها هي، خدمنا واحد الخدمه اخرى عاوتاني، ها هي شتوها كيف جات. هادي ديال الزوقه ديال الطلميطه اللي قالوا في الجناب، ومن هنا درنا لها لي غالون والهديبه هابطه شا، هيا مجدول في الجناب، وعندنا اللون الاخر هو الروكاسي. اجي تشوفي معايا هو هذا، بلاتي نجبد لك، هذا هو اللون البلوكاسي نتاعو، هو هذا. هذه التلميطه هيا، صارشي تيجي لي بون ديال لي كوا ديال لي بون ديال ديبارات وفي الكوانات شتي كيفاش هادشي. ولي جبت لك الخديه نتاعها حتى هي، ها هي جبت لك شوف باش يبان، شوف ها هو باش يشوفو، ها هو ها هو، هادي هي الخديه نتاعو، ومطروس في لاسوا ماشي في روطانا ولا شي حاجه، في لاسوا رطبه ها هي شتيها كيفاش هتجي. والإيني نتاعها، نوريك الإيني نتاعها، هو هاد الصايرة هذا، هو هذا تيمشي معاها. أما الطلميطة راه تتكون في ديما تتبقى في البلونكاسي ديالو، هو هذا الباج، هذا تيكون غير في البتيكوسا ولي كالدو باش يخرج اللون، فهمتي باش يخرج لكم الصالون. أما واحد الصومو بارد ها هو، ونوريكم الخدية ديال كملك مع الخدية نتاعو، ها هي ديال الموكاسي، هادي لي كالدو نتاعو، ها هي درناها نص نص، نص من لون ديال الطلميطة سامبل، وهنايا الكالون، وهذا الكالون فهمتي، وهذا دخلنا الدوغي هنايا، ولكن هنايا دخلنا في النص ديال الطلميطة، الري ديال الطلميطة، ها هي دخلنا لي لي بومبو في الجناب، ها هو، دابا تشوفو. وعندنا البتي كوسان تاعو هي هادي، ها هي درنا في النص، في هذا النص كاري هنا كاملو من الطلميطة، ولكن من هنا دخلنا في الراماج دي لافي هو هذا، وبالهديبة نتاعو ها هي الشعر كما تشوفو كيف جات. والخدية نتاعو هي هادي، درنا لها نفس الخدمة ديال هذيك الخدية الكري، هاي
شو بغيتي تشوفو؟ علاش هاد الزواقة تعطيك دو فاص، فاص وردة، فاص فيه ثلاثة الوردات، تخديها 90 تعطيك فاص فيه ثلاثة الوردات وفاص فيه جوج، شتي؟ كيفاش هتجي؟ كاين اللي تيدير دابا اللي ما تيبغيش الزواقة بزاف تنديرو فاص كيما شرحت لك قبيلة، فاص اني سامبل كامل وفاص يكون فيه الوردة، فهمتي؟ تكون المجدول صاير ضايع. اجي نوريكم هاد الصومون تاعو بارد، هو هذا، هو هذا، ها هو هادي خطية، شتي كيفاش جا؟ والتلميطة والإيني ديالو ديال التلميطة ديالو هو هذا، شتيه؟ هذا ديال لافي اللي خيطنا مع الفيكوسا، ها تيمشي معاهم كاملين. علاش خدينا هاد اللوان ستوندار ديال المطروز؟ علاش أي لون تيمشي معاهم، أي لون تدخلي معاهم تيمشي معاهم. هادي التلميطة نتاعها هي هادي، هاهي. أجي نوريكم التلميطة ديال الفير أو، هي هادي ديالو، ها هو شتي، هي التلميطة، وهذا الدوغي اللي ديال البتيكوسا، كيكون في البتيكوسا هذا ولي كاردو، وهذه التلميطة، وهذه الخدية نتاعو اللي وريتكم دابا مخدومة باش تعرفوا راه التوب تيتي تخدم اللي تيبان. وهذه التلميطة نتاعو هي هادي، كما تشوفوا كاين شي ناس تيسولونا على الاثمنه، تيقول لنا الاثمنه حطوا الاثمنه، ولكن حنا ما تحطوش الاثمنه، هاد الاثمنه تنديرو مع الخاص، تنحطوا النمره تاعنا على الواتساب على العنوان وداكشي، تيتصلوا بينا الناس وتنتفاهموا على الواتساب على الخاص، ومرحبا بكم. وهكذا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى انني نكون فدتكم ولو شوية، وكنتمنى ان هذا التوب اللي قدمت لكم اليوم ديال المطروز يكون نال الاعجاب ديالكم. وبالنسبة للناس اللي عجبهم فانا غنخلي لكم نيمو التليفون ديال سفيان باش توصلوا معاه وتسولوا على الاسئلة، التواب، الخياطات، اي حاجة بغيتوا تسولوا عليها، وغنخلي لكم كذلك العنوان الناس اللي بغاو يمشيو عندو المحل ويشوفوا اتواب اكثر اكثر. وكنتمنى اللي اول مره يشوف القناه ديالي ومازال ما دار ابوني ديرها دابا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، واللي عجبو الفيديو خلي لنا شي لايك باش يشجعونا على اننا نقدمو لهم اكثر واكثر. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم تشاو تشاو.